السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، اتمنى تكونوا بخير صحة وعافية والكرم بيتسلم عليك يا الخير يا اهل الكرم، منورين ومشرفين على قناة سبليس تي في حبايب، وحشيني جدا 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 والله، وبجد بكون سعيد قوي لما بعمل فيديو على لعبة مجانية بحيث ان كل الناس تستفيد. لعبة النهاردة بروجكت كار باجاني اديشن، يلا بينا نتفرج على الجيم بلاي مع بعض، ما تنسيش باحلى واجمد لايك عايزك تخبطه لي احس بيه من هنا من فرنسا، يلا بينا نتفرج على الجيم بلاي مع بعض حالا. النهارده زي ما شايفين دلوقتي في اللعبه للاسف هي مش كامله، يعني هي كامله بس مش كامله، عندك بالظبط 3 سباقات، عندك في كوت دازور وعندك واحده ثانيه في المانيا وعندك سباق ثاني وعندك بالظبط يجي 5 عربيات كلهم باجاني زي ما انتم شايفين دلوقتي. هنبدا السباق مع بعض، الجرافيك بتاعها روعه، صوت الموتور ملوش اي حل، زي ما شايفين دلوقتي تقدر تغير مكانك بالظبط، انت تلعب باني كاميرا، ممكن تلعب بره جوه اي حاجه انت عايزها. انا طبعا يعني اكتر كاميرا برتاح فيها هي العربية من بره، الجرافيك بتاعها روعة، جميل جدا جدا. ايه يا لهوي زي ما شايف، يا خرب ابيض ربنا يستر. انا مركز 16، في حادثة حصلت قدامنا دلوقتي، عايز اقول لكم على حاجة بس لازم تبقوا عارفينها، ان اللعبة دي هي عبارة عن لعبة سيميوليشن. ايه هي لعبة سيميوليشن؟ شرحت لكم الحكاية دي 600,000 مرة بس بكررها بعدها. لعبة سيميوليشن اكنك سايق عربية حقيقي، لما تيجي بتفرج لما تيجي بتفرج بالعربية ممكن العربية تعوم، ممكن العربية تخيش، ممكن يحصل حاجة في الكاوتش مثلا اللي هي الطارة تتعوج أو أي حاجة، العربية تحدف يمين، دي اسمها سيميوليشن يعني محاكاة للواقع. لعبة الأركاد زي نيد فور سبيد والكلام ده كله، اللعبة دي للأسف زي ما أنتم شايفينها دلوقتي ما ينفعش تمشي على سرعتك قصوى، يا إما هتلبس زي ما أنا لبست دلوقتي العربية ممكن تكمل الكاوتش بتاعي يلف على الفاضي. خلي بالكم أنا في السواقة ما حصلتش. ها إحنا دلوقتي خلينا بس نغير الكاميرا شوية ماشي، وشلنا تراكشن موجود على الارض عشان بصراحه لاخدني جامد جدا عشان اعيش بس حته السيميوليشن واحس ان انا جوه عربيه باجاني. انا عايز اقول لكم على حاجه، عربيه باجاني هم بيقولوا مين هم دول؟ ما تسالنيش هم مين، هم في ناس كتير جدا بتقول مصادر موثوقه، ويبقى المصدر الموثوق ده عم محمد بتاع الفول وبيحضر اخبار منهم في السياسه، فانا لما اقول هم يقولوا صدقني على طول. هم بيقولوا بقى ايه؟ هم بيقولوا استنى بس عشان بلبس، هما بيقولوا العربيه الفجاه دي فعلا هي من اسرع العربيات الموجوده في العالم كلها، اسرع عربيه، اسرع حتى كمان من اللامبورجيني، اسرع من الفوكاتي فيرون يعني. ف فوكاتي فيرون ليوي وتلبس الحمد لله رب العالمين. زي ما شايفين دلوقتي لازم بس وانت بتركب جوه العربيه، اولا صوت الموتور بيتغير بيبقى اعلى شويه، لان انت بتبقى جوه العربيه الصوت بيعلى، وبتحس ان انت سايق العربيه حقيقي. لو انت بصيت على كل العدادات، عشان انا كنت لعبت من شويه كنوع من التدريب بس عشان اشوف العربيه وكل حاجه، هتلاقي كل العدادات اللي جوه شغاله، التحرك يمين وشمال، اوبا ربنا يستر. الجرافيك حلو جدا، والكاميرا زي ما شايفين دلوقتي اللي هي المرايه اللي على الشمال شغاله برضه. احنا دلوقتي هنحاول ان احنا بس ايه نكشف، لان انا عايز اقول لكم على حاجه، انا عاملها المره دي مش عاملها على نورمال ولا عاملها على ايزي زي ما اخر مره كنت بلعب على اللعبه. الناس قالت لي يا صبري انت عاملها على سرعه، يعني قصدي على الديفيكولتي ايزي، دي عاملها على الديفيكولتي ايزي، انا دلوقتي عاملها على الديفيكولتي هارد عشان اجرب فعلا ان انا لو في سباق بحاول حقيقي، او لو راكب عربيه بيجاني اقدر اعمل ايه، يعني هل فعلا اقدر اجيب بوزيشن حلوه من غير ما اتقلب. لان بصراحه عايز اقول لكم على حاجه، انا جربت اكتر من مره اللعبه وللاسف كنت بركع، يعني برجع مراكز متاخره جدا، مثلا زي المركز ال 15، مركز ال 20، 16، 18. اللعبه مش سهله، هي لعبه والله بتحسسك ان انت فعلا سايق عربيه، فخلي بالك وانت وانا سايق دلوقتي زي ما شايفين ما ينفعش اعدي. استنى نحاول نعدي من الراجل ده، ايوه اخيرا، بس اول ما بيبقى عندك نص فرصه ان انت تقدر تعدي تعدي، ولو لقيته بيخبط عليك كده اهو ما تحاولش انت تشد معاه، عشان لو شديت معاه العربيه بجد هتفحط منك وهتقعد تلف حوالين بعضيها، ويبقى صعب ان انت اصلا تقدر يعني توازن عربيه تاني من اول وجديد. فخلي دايما خطواتك خطوه خطوه. الناس اللي بتحب لعب السباق، احب اقول لكم على حاجه، اللعبه دي مختلفه عن داكرو. اخر مره انا كنت عملت عليها فيديو، لعبه داكرو اسمها اركيد، يعني ايه؟ يعني بتقدر تسوق عادي جدا، تخبط العربيه تتقلب ترجع تسوق تاني، اما العربيه هنا لو اتقلبت خلاص كده يا معلم انت مع السلامه، خرجت بره السباق، العربيه بتاعتك بتبقى ريكت او تبقى دامجد. لان انا حتى كمان لو انت جيت من غير ما تقصد مثلا خبطت في السور ولا عملت اي حاجه، ممكن تخبط الطاره بتاع العربيه، الكاوتش يعني. بس خلي بس نعدي ناخد اهو قدرنا نعدي منه الحمد لله. ثانيه بس نادي نفسينا، يا دي النيله
عايزين نشد بس مش عايزين نشد بس بنزين جامد عشان لو زدنا بنزين جامد العربيه الكاوتش هيلف حوالين نفسه مش هنعدي. اللعبه دي عايز لها تركيز خرافي. الناس اللي بتحب عشاق العربيات والسباقات والكلام ده كله احب انصحكم بدل ما تخبطوا العربيه بتاعتكم اللعبه دي هتعيشكم في مود العربيه حتى لو انت سايق. هنعدي منه هنعدي منه الحمد لله رب العالمين عدينا منه بس هو ده المطلوب. تمام هو كده ورانا. بس شفتوا يا جماعه زي ما شايفين دلوقتي ان انت اصلا بتلعب وعلى سرعتك القصوى وبتشد على اخر حاجه ما ينفعش يعني زي بيت الالعاب اللي هو ايه تستغبى كده وتشد على اخر حاجه عشان انا جربت اكتر من مره زي ما قلت لكم وبجد خيشت العربيه من اقل خبطه من اقل اي حاجه مع السرعه القصوى زي العربيات اللي بحبها حقيقي المفروض العربيه بتخيش او بتلف حوالين بعضيها. لعبه ممتعه جدا لو انت بتحب العربيات. انا عن نفسي يعني عاشق لسباق العربيات بس دي زي ما قلت لكم سيميليشن فقريبه جدا من الحقيقه فتلاقيها صعبه شويه. لازم تحافظ على اتزانك وعلى زي ما شايفين دلوقتي انا بالنسبه للدريكسيون انا بلعب بالدراع الاكس بوكس 360 كنترولر فور بي سي ولازم زي ما شايفين دلوقتي انا باجي يمين وشمال بالشعره. لو هتلعب بالماوس والكيبورد ما اعرفش هل فعلا هتقدر تظبط نفس الاتزان اللي انا بلعب بيه ده ولا لا لان الحكايه بتبقى صعبه شويه زي ما شايفين. خلينا نغير دلوقتي الكاميرا ونلعب نخرج من بره بس عشان ايه عايزين نشد شويه ان احنا بقالنا كتير في المركز الثامن اللي احنا فيه دلوقتي عايزين نحاول نجيب المركز السابع يا رب بس نقدر نجيبه. ايوه تمام. لعبه الجرافيك بتاعها روعه مش هكرر لكم الحكايه دي الجرافيك جميل جدا 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 وكمان هي اوبتمايزد في الكمبيوتر انا حطيتها على الترا وعامله تقريبا معايا حوالي 100 اف بي اس فتخيل انت حتى كمان لو عندك مثلا كارت شاشه متوسط تقدر تحطها على هاي او ممكن تحطها على الترا وتشغلك معاك 60 اف بي اس. لو انت مش مهتم قوي بعدد الفريمات ممكن تخليها 30 اف بي اس زي اي كونسول لان الكونسول سواء بي اس 4 او اكس بوكس اصلا بيشتغلوا على 30 اف بي اس فانت ممكن لو عندك كارت شاشه متوسط او حتى كارت شاشه ضعيف تحطه على هاي واللعبه تشتغل معاك 30 اف بي اس. هي كام جيجا معرفش بس هي زي ما شايفين دلوقتي اللعبه عندك خمس عربيات كلهم باجاني اديشن. طب باجاني طبعا زي ما قلت لكم من اسرع العربيات الموجوده في اللعبه فانت عندك بالظبط خمس عربيات تقدر تختار ما بينهم كلهم باجاني وعندك ثلاث سباقات تقدر تعمل انلوك لبروجكت كار جيم اوف ذا يير وتقدر تلعب بكل العربيات اللي انت عايزها. تمن اللعبه تقريبا ب 25 دولار بالنسبه للعبه سباق سيميوليشن على الكمبيوتر جرافيك روعه وخرافي جميله جدا. قبل ما تشتريها مش محتاج ان انت تدفع فيها ولا مليم تقدر تنزلها ببلاش بس عايزين نحاول نجيب السابع ده عشان الحكايه صعبه علينا ربنا يستر. يلا نجيبه بقى نشد شد نجيبه. اوه السباق خلص. اسيبكم على خير اتمنى كل فيديو عجبكم ما تنسوش باجمد واجمد لايك من عندكم عشان دايما اقدم لكم العاب جديده وفيديوهات اجدد. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسيبكم على خير بحبكم جدا.